اللهم اجعلنا في عنايتك، لا يضرنا بشر ولا يبقينا قدر. امين يا رب العالمين. اللهم عوضني خيرا عن كل شيء انكسر في نفسي وعن كل شيء اصاب قلبي. يا رب انك تدرك حاجتي ولو لم انطق بها. اللهم حقق لي ما اريد فانت تعلم. امين يا رب العالمين. يا رب لا ترفع عنا سترك ولا تنسينا ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارض عنا وبلغنا رمضان وانت راضي عنا. امين يا رب العالمين. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يا رب اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. آمين يا رب العالمين. في حياتنا أفاعي كتير على هيئة بشر، يا رب كفينا شر اسمهم. آمين يا رب العالمين. يا رب كفينا شرهم يا رب. لا تفكر كثيرا بل استغفر كثيرا، فالله يفتح بالاستغفار أبواب لا تفتح بالتفكير. استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه.